actually considered to be a grass. Scientists have documented over 1,000 different species of bamboo growing in various regions around the world. أشجار البامبو اللي موجودة في آسيا الشرقية من أكثر الأشياء العجيبة في العالم، واللي نتعلم منها شيء كبير. الشجرة هذه تحتاج إلى 5 سنوات من العناية قبل ما تشق الأرض، يعني تحط البذرة وتسقيها وتعتني فيها لمدة 5 سنوات. تخيل 5 سنوات وما شقت الأرض، يعني لو أنت قاعد تربي لك واحدة زي هذه ممكن يحسب أنك مجنون وقاعد تسقي ولا شيء. لكن بمجرد ما تشق الأرض في خلال 6 أسابيع يوصل طولها إلى 90 قدم. بتخيل قديش 90 قدم؟ وللي مو قادرين إنهم يستوعبوا 90 قدم فهي 27 متر. تخيل 27 متر في 6 أسابيع، شيء عجيب. هذا يقودنا إلى سؤالين: هل الشجرة أخذت 6 أسابيع علشان تنمو، ولا أخذت 5 سنوات علشان فعلا تنمو؟ إيش تتوقع؟ يعني أنت مثلا لما تيجي تسوي دايت وتتمرن وتقعد شهر شهرين ثلاثة ما تشوف النتائج اللي أنت تتمناها، هذا شيء طبيعي، أنت قاعد تسكي ترى. ممكن يثبت الوزن، ممكن الشكل ما يتغير، ممكن جسمك يحبس مويات، بس برضه أنت مستمر في الشيء اللي أنت حتسويه، لأنك مع الانضباط والمواظبة حتوصل لشيء. في المرة الجاية اللي تشوف جسم واحد شكله كويس وتبغى تكون زيه، لا تحط في بالك أنك تبغى توصله في شهر ولا شهرين، حط في بالك أنك تروح في الرحلة. ومن شجرة البامبو نتعلم أنك لازم تصبر، تكون عندك ثقة في نفسك، وتواظب في الشيء اللي أنت تسويه علشان توصل لشيء كبير.